ازيكم؟ معكم سارة سيد. فيديو النهارده بتكلم عن كل الاسئله اللي بتسالني عن فيديوهات الوكاله، انا هجاوبها معاكم النهارده. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، انا كل ما انزل فيديو عن الوكاله من ساعه اول فيديو خالص بتسال سؤال، اروح ازاي والعنوان بالتفصيل، طب اشتري ازاي، طب انت بتشتري منين، كل الكلام ده عموما يعني بيتكلم عن العنوان. فانا دلوقتي هقول لكم العنوان بالظبط، وكمان معايا لحد اخر الفيديو عشان هقول لكم حاجات مهمه عن نصائح السرعه من الوكاله. ركزي معايا يا ست الكل عن العنوان. لو انت بره القاهره يعني في اي محافظه تانية، انت بتنزلي اذا كان في عبود او في رمسيس، شوفي بقى الاتوبيس هينزلك فين او الميكروباص، وبتسالي عن الاسعاف. تقولي يا جماعه انا عايزه انزل الاسعاف، او ما بتنزلي الاسعاف بتنزلي عند دور القضاء العالي، او الميكروباص بينزلك عند الكورنيش. انا هقول لكم من الناحيتين عشان هو الوكاله بنخشها من مدخلين. تمام، هنمسك اول مدخل هو عند دور القضاء العالي. انت بتركبي وبتنزلي عند دور القضاء، خلاص انا قلت الموضوع ده. بتسالي بقى فين بولاق ابو العيله، هو اي حد هيجاوبك على بولاق ابو العيله هيقول لك اهو. انت بقى هتلاقي استندات بقى من اول الشارع ده، من اول شارع عند دور القضاء العالي كده، هتلاقي بقى ايه الدنيا بدات تندع معاكي، استند 2 3 هتلاقي استندات. بعد كده بقى هتلاقي المترو اصلا بيتحفر، هتلاقي بقى الطرقه يعني، هتلاقي مثلا السور اللي هو بتاع المترو ده، هتلاقي بقى الناس حاطه استندات هدوم، هتمشي هتلاقي بقى هدوم لحد هتفضلي مكمله، هتلاقي بقى ايه هو كده كده انت بتمشي نفسك وهتلاقي نفسك فجاه في الوكاله. هو دي الوكاله اصلا، الوكاله شارع طويل خالص، وبعد كده بقى بتخش على شارع اسمه زكي السمك. هو الشارع ده اسمه كده ليه؟ عشان هو على نصيته واحد اسمه زكي السمك، عنده بقى شويه سندوتشات جمبري جميله. وتمشي خطوتين لقدام هتلاقي واحد بيبيع بيبسي مشبر كده، انا مش عايزه اقول لكم هو عامل ازاي. الاتنين مع بعض بقى هتحس كده بانتعاش تاني. معلش بصوا انا هتكلم دلوقتي في العنوان، اصبروا عليا بس انا عايزه انام. فانا حسيت ان دلوقتي الساعه 6:30 الصبح، فانا حسيت ان انا عايزه اعمل الفيديو ده عشان حسيت ان انا عايزه اعمله دلوقتي، فهقوم غسلت وشي بقى بسرعه ولبست وطلعت لكم على القناه دلوقتي، فاستحملوني. بصي يا بنتي، انت زرت عند شارع زكي السمك ده بقى شارع تاني، في بقى استندات كتير وفي حاجات كتير كده. انت عرفتي ازاي تدخلي الوكاله من دور القضاء. طيب يا ساره، طب من على ناحيه الكورنيش هتلاقي بقى البنك الاهلي، هتسالي فين البنك الاهلي. البنك الاهلي ده جنبيه شارع، هتخشي الشارع اللي جنبيه ده، شارع ضيق كده شويه، الشارع ده قدامه كنيسه، هتخشي من ناحيه الكنيسه هتلاقي الشارع. يبقى انت هتخشي من جنب البنك الاهلي. البنك الاهلي بقى عماره طويله خالص لونها ازرق كده، وهتلاقي الشارع اللي جنبها، بتخش بقى بتتجولي بقى تخش هتلاقي نفسك في الوكاله، بس من ناحيه الكورنيش برضو في حفر مترو، وهتلاقي برضو استندات برضو هتلاقي بتندع 1 2 3، وهتلاقي نفسك ان دخلت بقى ايه في الوكاله كده خلاص. بس هتلاقي من ناحيه الكورنيش محلات القماش الاول، وبعد كده هتلاقي الهدوم. لكن من ناحيه دور القضاء العالي هتلاقي الهدوم على طول، ولحد ما توصلي بقى من الناحيه الثانيه. ما انت في الاخر خالص بتتقابلي، يعني انت دخلتي من هنا او دخلتي من هنا، انت في الاخر خالص هتوصلي للوكاله عشان هي منطقه واحده، بس هي منطقه كبيره قوي، بس هي منطقه واحده بنخش لها من المدخلين دول. ماشي. طيب لو انت بقى من جوه القاهره عادي، بتركبي المترو تنزلي محطه الاسعاف، او بتركبي اي ميكروباص. قلتلكوا زي في حاجه بس خضتني، فحسيت انا مش قادره اتكلم. معلش. بصوا اللي انا قلت انا كنت بتكلم، بقول انا نسيت انا كنت بسجل ايه. طيب اعتقد ان انا خلصت. اللي انت جايه من بره القاهره بتركبي ايه؟ لو انت بقى من جوه القاهره بتركبي المترو وتنزلي محطه الاسعاف، او بتركبي اي ميكروباص او اي اتوبيس او اي تاكسي اوبر كريم، شوف ما انت هتركبي ايه بالظبط، وبتنزلي عند الوكاله. هو كده كده بقى هينزلك عشان يعني. تمام، زي ما قلت لك برضو لو انت بقى من جوه القاهره. تمام، لو انت من جوه القاهره ركزي معايا، هتركبي برضو الاسعاف او تركبي المترو، تركبي بقى اوبر كريم تاكسي اي حاجه، وهتنزلي في الاسعاف ناحيه دور القضاء العالي، وبرضو هتمشي المشي اللي انا قلت لك عليها،
او الاتوبيس او الميكروباص او التاكسي هينزلك ناحيه كورنيش، بتدخلي من المدخل بتاع البنك الاهلي برضو بتخشي من نفس المكان، ولو تاكسي هيوصلك لحد الوكاله عادي. يعني لو انت ركبتي تاكسي وقلت عايزه انزل عند الوكاله هينزلك قدام الشارع بالظبط، علشان متاح ان العربيات تخش. ماشي. السؤال التاني، قولي لي يا ساره اسم المحل. بصوا، هو في محل هناك مشهور قوي اسمه حماده لولو، عندي شارع زكي السماك. يعني لما بتخش الشارع، المحل ده اللي انا اشتريت منه اخر مره تيشرتات وكده، بس المحل ده جوه المحل يعني اسعاره غاليه شويه، يعني ممكن تلاقي تيشرت ب 200 300، الجاكيت ب 500، يعني هتلاقي اسعاره طبعا مش زي يعني براند. يعني مثلا هتلاقي الجاكيت في البراند زارا مثلا ب 1200، هو بيبقى ب 500، ما هو مش نفس المحل، بس بالنسبه للوكاله هو سعره غالي شويه، بس حاجته كلها نظيفه وبالتيكت. وساعات بيفرش قدام المحل بيبيع تيشرتات ب 50 جنيه، وبيبقى حاجات برضو حلوه جدا. ده محل مشهور قوي بيبيع تيشرتات والحاجات اللي هي بتاعت البنات اللي هي الحاجات العمليه. في بقى محلات جنبيه بقى ووراه وقدامه، دي بقى محلات برضو بتبيع حاجات كتير، بس بيبيعوا كل قطعه بسعرها، يعني مفيش سعر موحد. وانت بتخشي الراجل بقى بيقرا كده وشك، انت اول مره تخشي ولا انت دايسه الوكاله وعارفه الاسعار؟ لو انت حاسه ان الراجل عرف ان انت مثلا يعني انت مش من الوكاله واول ما تخشيها هيغلي عليك، وانت ساعتها مش هتعرفي ان السعر ده صح ولا غلط. لو هو بقى عارف ان انت عارفه الوكاله فكده كده هيديكي سعر معين، وكده كده لازم تفصلي، بس يعني مش هنفتري على الناس، بس لازم تفصلي علشان بيبقى الراجل مستني ان انت تفصلي اصلا في القطعه، بس مش قوي، وفي ناس ما بتردش تفصل. يعني انت ايه ممكن تجربي لو بتعرفي، بس احسن لك واحسن لي اشتري من الاستاندات اللي في الشارع، وهو ده اللي انا بتعامل معاهم، وبيبقى اصلا تجربه احسن. انت بقى بتبقى ماشيه في الشارع برضو كده ايه بزازه البيبسي اللي اتكلمت عليها في الاول الفيديو، وبتعيشي بقى حياه تانية خالص كده، والدنيا واسعه ومحدش بيتكلم معاك وانت براحتك، وكل ستاند مكتوب عليه السعر، فده انت كده كده بتبقى عارفه السعر حاجه ايه، وبيبقى كمان الحاجات لقطه واسعارها حلوه جدا. السؤال الثالث، هما بيبيعوا ايه يا ساره في الوكاله؟ هو في جزم؟ هو في شنط؟ هو في مكياج؟ هو في اي حاجه؟ انا هقول لكم، الوكالة بتبيع كل حاجة. بقى جبت شفشق، وبكده جبت اكسسوار. بصوا، الوكالة بتبيع هدوم بالة درجة أولى وتانية وتالتة. الدرجة الأولى اللي بتبقى بالتيكت، الدرجة التانية بتبقى نص نص، الدرجة التالتة بقى اللي هي الحاجات بتبقى قديمة خالص اللي هي بقى 5 جنيه وعشرة جنيه وكده. ماشي. وبيبيع بواقي مصانع، بتبقى حتى القطع مكتوب عليها ميد ان ايجيبت، وبتبقى هي الحاجات القطن، التيشيرتات، القطن اللي هي البناطيل القطن الميلتون والكلام ده كله، وبيبقى بالتيكت، بس بتبقى بواقي مصانع او فيها حاجات بسيطه، غلطات بسيطه جدا. وفي لبس براندات بالتيكت زي حماده لولو، ده بيبيع براندات بالتيكت. وفي بورسلين، وفي اطباق، في جزم، وفي شنط جزم جديده، وفي شنط جديده، وفي مستعمل. يعني كل الحاجات، في جديد وفي مستعمل. انت بقى وشطارتك وتعرفي الحاجه الحلوه من الحاجه الوحشه. في كل الاذواق، يعني انا بالنسبه لي ممكن اشوف بوز اقول لا دي وحشه، في واحده غيرها تقولي دي جميله، العكس انا ممكن اشوف حاجه اقول دي جميله جدا ولايقه عليا، واحده تقولي لا دي مش هتلاقي عليا ومش هتجيبها. فهي معنى كده ان الوكاله فيها كل الاذواق، فيها الحاجات الموضه والترند. يعني انا مثلا كان عاجبني بنطلون وايد ليج، انا رحت لقيته واشتريته، في المنفيت هتلاقيه، هتلاقي الجياب اللي طالعه، هتلاقي كل حاجه، بس انت لفي. يعني عايزه تقولي بال كده وتلفي، ويا ريت تكوني لابسه كوتشي. طب هخليها في السؤال الرابع دي، يلا بينا. السؤال الرابع، نلبس ايه واحنا رايحين الوكاله؟ بتلبسي لبس عملي، ويا ريت تلبسي مثلا تيشرت تكون عليه جاكيت. ليه؟ عشان انت ساعات بتبقي مش عارفه مقاسك فعايزه تقيسي، فانت تقومي قايسه عليكي كده حاجات عمليه عشان تعرفي بس المقاس. طيب بصوا، وتلبسي كوتشي وتلبسي كاب علشان لو في شمس. ماشي. ويا ريت تلبسي شنطه كروس كده على يعني تكون هنا، عشان ايه احنا ما نضمنش اللي حوالينا ازاي، يعني ايه انتوا فاهميني. انا ما اعرفش مقاسي يا ساره خالص، ويعني اكيد كل براند بيختلف عن التاني، عندك حق. انت بتجيبي البلوزه اللي مظبوطه عليكي وبالمزوره او بفتله تعرفي مقاسك، وبتروحي الوكاب المزوره او الفتله دي، عجبك تيشيرت او عجبك بلوزه بتقيسي كده عليها، بتلاقي نفس التيشيرت نفس المقاس العرض من تحت البوت كده نفس مقاس العرض اللي عندك، هتعرفي ان ده مقاسك. البنطلون كذلك بتقيسي الويست وبتعرفي، تمام؟ علشان في ناس ما بتعرفش، يعني في ناس مثلا بتبقى مثلا بتجيب الحاجه ومش عارفين هي دي مقاساتها ولا لا، ممكن تقول القطعه حلوه قوي، تروح تلاقيها مش مقاسها، تزعل بقى وتعمل لي بصوا تعمل محزنه ان الحاجه ما جاتش مقاسها. فاحنا الحل عندنا ان احنا هنقيس بالمزور كانك بتشتري اونلاين بالظبط. طيب السؤال اللي بعده، ننزل يوم ايه؟
في السؤال ده برضو بيتقال لي كتير قوي، ننزل يوم ايه؟ انا هقول لكم، انا بنزل يوم الجمعه الصبح بدري قبل الصلاه، ببقى برضو ايه، معايا سندوتشين طعميه كده حلوين بقى عليهم سلطه بقى وكده، ومعايا ازازه بيبسي، وبننزل انا وصحابي او انا ومامتي او انا لوحدي. يعني انت بتنزلي بتبقى الدنيا امان، بتنزلي بقى تلاقي بنات كتير او مش كتير قوي، يعني بنات بتلاقي يعني الشارع فيه ناس بتشتري، يعني انت مش ناس ده انت لوحدك في الصحراء بتلاقي، وبيبقى فيه البضاعه لسه نازله وبيبقى فيه حاجات حلوه جدا، بس انزلي بدري علشان بيبقى يومك طويل، وتمسكي بقى الشارع من اوله من عند دار القضاء. انا بروح من عند دار القضاء، بتنزلي بقى من عند دار القضاء وبتتمشي بقى كده لحد لما بتروحي شارع زكي السماك، وبتشتري اللي انت عايزاه وكده. عندك يوم السبت بيبقى يوم حلو برضه وروقان كده، وبتشتري. عندك بقى يوم الحد، ده في اسمه يوم سوق الحد، بتبقى الحاجات رخيصه جدا، وبيبقى في ناس فرشين بقى على الارض حاجات كتير، وبيبقى في مكياجات، بيبقى فيه جزم، بيبقى فيه هدوم، بس اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى البالة درجة تالتة اغلبيتها كده. يعني انت ممكن تروحي يوم الجمعة تلاقي واحد حاطط عباية ب100 جنيه، تروحي يوم الاحد هتلاقي نفس الراجل واقف بس على حاطط ستاند تاني العباية اللي ب40 جنيه. معنى كده ان هو بيحط الحاجات اللي هي بتبقى فيها غلطات اللي هو مش هيقدر يحطها في الايام العادية. تمام كده، عرفت يوم الاحد ده ايه؟ بس اليوم الاحد ده بيشطبوا الساعة 3 العصر، انت لو رحت بتروحي من الساعة 8 ومن الساعة 7 الصبح. ايوه، هي ناس بتروح بدري كده فعلا، وبيخلصوا الساعة 3 عشان ما تروحيش متأخر، مش هتلاقي حد قاعد أصلا، وهتلاقي محلات قليلة جدا فاتحة عشان أغلبيتهم بتوع القماش وبتاع الستاير بيبقوا قافلين أصلا، بيبقى ناس كتير قليلة جدا اللي فاتحة، فانت ما تنزلش يوم الأحد زي لو انت نازلة تشتري قماش وكده. طيب، في سؤال بقى كده أنا سألته لنفسي، هو أنا ليه بقيت أعمل فيديوهات عن الوكالة؟ أنا هقول لكم، أنا في فترة كده في حياتي في بنت كنت بتابعها من أعتقد من امريكا، مش عارفه بلدها ايه، المهم ان هي كانت بتنزل تشتري هدوم من يعني كانها هدوم مستعمله كده او براندات، بس من حته زي الوكاله كده عندهم. فالبنت دي ادتني حماس قوي ان انا اعمل فيديوهات زيها عن الوكاله، يعني قلت ما انا عندي وكاله في مصر انا هعمل زيها. فانا بالفعل من ساعتها بدات اول فيديو عندي عملته، حتى كان جايب لي 20,000 مشاهده، ففرحت جدا ان انا خدت الحماس ده بجد، واستفدت منها قوي ان هي بتجيب حاجات وممكن تنسقها، وممكن كمان تجيب الحاجات تخليها تبقى شكلها حلو. فانا بقى عندي النقطة دي ان انا ممكن اجيب قميص يبقى شكله عادي بس انسقه يبقى شكله جميل ويبقى كأنه شكله غالي. فانت ممكن تجيبي حاجة يعني سعرها كويس، سعرها مش غالي، بس الحاجة تبقى قيمة اصلا، فاهمين؟ يعني ممكن تلاقي براندات حلوة قوي وبراندات بقى قديمة، والحاجه تبقى لسه ماسكه نفسها وحلوه جدا بس هي سعرها كويس، فاحنا ممكن نعرف نطقمها وممكن ننسقها. في حاجه بتبقى محتاجه تصليحات بسيطه نعملها، في حاجه بتبقى واسعه ممكن نضيقها شويه، بس الضيق مش هنوسعه، ماشي؟ الضيق مش هنوسعه، فانت حاول تاخد المقاسات صح عشان ايه تزعليش. طيب، في سؤال تاني برضو بيتسال، هو في وكاله تانية غير اللي في القاهره؟ ايوه في، تعال نمسك واحد واحد. في وكاله في اسكندريه انا شفتها، بيبقى محلات كده زي اسكندريه زي الوكاله بالظبط كده، بيبيعوا لبس برضو باله وبراندات وكده. في بورسعيد، بورسعيد ده اساسي، باله بورسعيد دي اساسي بقى، انا روحتها مرتين او ثلاثه وصورتها لكم، يعني انا كنت بروح اصور مخصوص علشان اوريكم. اصلا بورسعيد ده كان هو الاساس، يعني من السنين اللي فاتت كانت هي دي، يعني هي بقى الجمرك بقى وبورسعيد، عارفين انتوا الجو ده، كان هو ده. دلوقتي بقى الوكاله كبرت بقى وكده، يعني الوكاله زمان ما كانتش كده، الوكاله اتطورت وكده مع مرور الزمن. في وكاله في فين تاني، فين تاني يا ساره؟ مش عارفه، افتكرت، في شارع العريش في الهرم، في محلات زي الوكاله بالظبط بتروحي. طيب، هو في اصلا وكاله في مصر بس ولا في بلاد تانية؟ اه طبعا في كل بلد في فكره الوكاله دي. انا بقول لكم انا اللي تابعتها كانت من امريكا باين، وفي في اليابان، في الصين، في كل حته، بس متطورين جدا. يعني تخش المحل حلو جدا كاشير بقى، يعني مثلا تلاقي زي مستودع كده متقفل قد منطقه الوكاله دي كلها، كلها ستاندات ستاندات ستاندات، وبتخش بعربيه زي عربيه السوبر ماركت كده، نفسي يحصل كده والله العظيم عندنا، وبيخشوا بعربيه زي سوبر ماركت كده وبيعبوا الحاجات كلها كده، تخش على الكاشير، وفي بروفات كمان، والدنيا معقمه والدنيا نظيفه جدا، وبيبيع كل حاجه بقى. يعني جوه المستودع الكبير ده بتلاقي بقى الاكسسوارات البيت والاطباق والكوتشي والجزم وكل والهدوم وكل حاجه محطوطين، وسكشن البنات في حته وسكشن الولاد في حته، يعني كان سوبر ماركت كده هايبر كبير جدا، بس هو لبس زي فكره الوكاله بالظبط، بتبقى حاجه كده تحفه بصراحه، يعني حاجات جميله قوي.
وبيخشوا على كاشير كده وبيحاسبوا، والحاجات بقى بتبقى سعرها رخيص جدا، فبرضه فكرتهم حلوة قوي. وفي برضه سوق مستعمل في السعودية، شفته برضه على اليوتيوب، برضه زي منطقة كده بوابة بيخشوها ويعيشوا حياتهم. في إيطاليا برضه سوق بالا، شارع برضه ليه بوابة كده وبيبيعوا حاجات كتيرة جدا، في كل منطقة وفي كل حتة، يعني مش عندنا احنا بس. في أي سؤال تاني هتسألني عن الموضوع ده، عن الوكالة، أي استفسار تاني غاب عن دماغي، عشان مش كاتبة ورقة وقلم، أنا بقول الحاجات اللي أنا بفتكرها بصراحة. طيب أنا بقى أتكلم عن التعليقات السلبية بخصوص فيديوهات الوكالة. في بنات بتخشلي مخصوص يقولوا الوكالة لبس مستعمل، وتحس إن البت بتتحول وهي بتكتب لي التعليق يعني. طب أنا هقولك حاجة، انت داخله على الفيديو ليه؟ انت انا كاتبه بالبونت العريض الوكاله، يعني مش كاتبه مثلا مول العرب، انا كاتبه بالبونت العريض. بتخش ليه اصلا؟ يعني انت بتخش ليه؟ انت حاسه انت حاجه مش عاجباك، ما تخشيش يعني، ما تضيعش الباقه، ما تضيعش وقتك على حاجه انت مش هتعجبك. اسمعيني اسمعيني انا بقول ايه. غير كده ماله يعني، انا اكيد ما بشتريش لبس كله من الوكاله اللي انا اصلا بسافر لها، ماشي؟ لان انا دلوقتي مش عايشه في القاهره، انا كنت زمان عايشه في القاهره، دلوقتي انا مش عايشه في القاهره، فبسافر لها مخصوص وببقى بصور فيديوهات وكده علشان بعمل ريفيوهات للناس، عشان بجد الناس بتستفاد وانا بستفاد معاهم. غير كده تجربه بالنسبه لي حلوه جدا، ان انا اروح منطقه مليانه هدوم واقعد انقي بقى قطع معينه وحاجات مش موجوده اصلا في المحلات، وقطع مختلفه جدا وذات قيمه عاليه، يعني هي القطعة بتبقى سعرها قليل بس هي قيمة جدا، بمجرد ان انا اوديها المغسلة وتتكوي ترجع جديدة جدا. يعني انت ايه اللي مضايقك في الموضوع ده؟ مش فاهمة، معرفش يعني. اللي هي الوكالة للفقراء؟ لا مش للفقراء، الوكالة لأي حد، للفقير وللغني وللمتوسط ولكل حاجة. مش هعمل انا بقى ايه فيديو احصاءات عشان نعرف، عادي احنا حرين، كل واحد حر في حياته. انا عايز اشتري، غير عايز يشتري، اشتري من المول، اشتري من الرصيف، انا حرة، هم حرين. اللي بيتابعوني وبيحب الفيديوهات دول هم حرين، ما لهمش ذنب ان هم يتهزقوا عشانك. استنى انت ضايقتيني، فاستنى عليا. انا جيت كنت طبق في الشارع عشان اكل. في ايه مش عاجبك؟ اقفلي إيه الفيديو، ما تتكلمي، تكتبيش تعليق سلبي ملوش لازمه، علشان ايه؟ يعني على فكره انت يعني انت كده بتاذي غيرك بالكلام. يعني ممكن تكون واحده معهاش فلوس فهي فرحت جدا ان هي ممكن تشتري نفسها فيه بسعر كويس، انت ممكن تاذيها بالكلام، فاهمه؟ يعني يا ريت تفهمي. مش فاهمه؟ انا فهمتك خلاص. طيب يا جماعه انا كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب تكونوا استفدتي منه، ولو عايزه تشوفيني تاني دوسي اشتراك، ولو عجبك الفيديو دوسي لايك، تمام؟ ولو ما عجبكيش خلاص اقفلي، مش هتكلم معاك في الموضوع ده، بس هو ده يعمل ديسك لايك. يعني ديسك لايك دي يعني بتعمليها ليه طيب؟ يعني انت بتبقي راضيه ان انت بتدوسي عليها؟ راضيه؟ مش هتكلم معاكي في الموضوع ده. بقول لكم ايه، كل واحد هو حر، كل واحد حر، بس لو انت عايزه تشوفيني تاني دوسي اشتراك، ده اهم حاجه علشان تتابعيني كده اول باول، واي سؤال اكتبوه في التعليقات وانا هرد عليه ان شاء الله. ويلا باي باي.